ونرحب بضيفنا الدكتور شريف. السلام عليكم دكتور شريف. دكتور بستان، ازي حضرتك؟ ونهني السادة المستمعين بيوم العالم. يا مرحبا دكتور. طبعا بالنسبة للرسائل وصلتنا بعض الرسائل من يوم أعتقد الثلاثة كنت معنا، وتقول الرسالة: بعد إجراء عملية تصحيح النظر بالليزك تعرضت لمشاكل في النظر وخاصة في العين اليمنى، و يعني ماذا ممكن أن يكون السبب دكتور؟ المشاكل كانت على طول وبعد العملية مباشرة ولا بعد العملية بفترة؟ بعد العملية بفترة. نعم، لو بعد العملية مباشرة بيبقى ممكن اوفر او اندر كوليكشن، وده ممكن يتصلح. يعني لو بعد العملية هل في حصل التهابات في القرنية ولا ما حصلش؟ دي برضو محتاج يعني احنا نستفسر عنها يعني. لكن لو حصل التهابات في القرنية مع العلاج ممكن القرنية ترجع تاني لطبيعتها، بس ممكن يسيب اثر بسيط على القرنية فيأثر على بطاء الرؤية، فحسب برضو العمق بتاع العتامة دي. لو كانت ثابت عتامة أو حاجة زي كده هل ممكن تتصلح بالليزر ولا لا؟ نعم، إذا يعني بشكل عام دكتور، يعني التأثيرات الجانبية أو المضاعفات التي قد تنجم عن عمليات تصحيح النظر بغض النظر عن السبب، ما هي وماذا يجب على المريض يعني أن يقوم، ماذا عليه أن يفعل، هل يترك الأمر، هل يراجع الطبيب مباشرة؟ طيب الموست كومن هو طبعا الأوفر والأندر كوركشن، وده بيبقى بعد العملية على طول. ممكن حاجة بيحصل حاجة اسمها ريجريشن أو تراجع بسيط للنظر مع الوقت، مع الأجهزة الحديثة دلوقتي التراجع ده ما أصبحش زي زمان، لكن طبعا موجود، ما نقدرش ننكر إن هو موجود في بعض الناس. الجفاف بتاع العين أحيانا بيبقى موجود طبعا، وإن كان مع التقنيات الجديدة مع الفيمتو ليزك وبناخد الشريحة بتبقى ثين أو رفيعة، فبنقلل جدا نسبة جفاف العين بعد كده. في ممكن أحيانا في بعض الحالات طبعا بيحصل ضعف في القرنية، ممكن الكلام ده يظهر بعد 3 4 5 سنين، بس طبعا نسبته قليله جدا يعني، برضه ما بنشوفوش كتير. برضه في ممكن يحصل التهابات في القرنية برضه نسبتها، يعني الكلام ده اللي بقول لحضرتك عليه ده بالذات التهابات القرنية اللي كانت بتحصل قبل كده نادرا دلوقتي ما بنشوفها. الضعف احيانا بيحصل بس طبعا نسبته قليله جدا. طيب رسالة أخرى تقول: ما تأثيرات السلبية للاستخدام الطويل الأمد للأجهزة الذكية بالنسبة للأطفال وأيضا حتى بالنسبة للكبار؟ الاستخدام الكمبيوتر واستخدام التابلتس والموبايلز والحاجات دي كلها بيعمل طبعا دراينس، لأن معدل الرمش بيقل، ده فيسيولوجيكال ريسبونس أو تغيير فيسيولوجي عادي لأي حد بيستخدم الكمبيوترات أو الحاجات دي. دي حاجة، الحاجة دي عشان كده الناس لما بتستخدم الكمبيوتر فترات طويلة يجي بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة يبتدي يحس إن في حرقان في العين، يبتدي يحس إن البصر نفسه أو مش بيبقاش واضح. لما يرمش ويرجع يفتح عينه مرة تانية الرؤية بتبقى أوضح، فده نتيجة إن الدموع نفسها توزيعها على القرنية بيتأثر. برضو النظر إلى حاجات قريبة لفترات طويلة بيعمل بيشتغل حاجة اسمها الأكوموديشن أو التكيف بتاع العين، ففي عضلة معينة في العين بتفضل منقبضة فترات طويلة، فده بيعمل إجهاد في العين. ممكن عشان كده برضو ممكن نحس بعد فترات طويلة إن في ابتدى يحصل صداع في العين. طبعا كل ما بيحصل تقدم في السن كل ما كانت الأعراض دي أكثر وبتحصل بعد فترة قصيرة. طيب أيضا رسالة تتعلق بحك العين، ما سبب حك الرغبة بحك العين بشكل دائم؟ ليه أسبابها كتير يعني، الإتشنج أو حكة العين ليها أسباب كتير. الجفاف العين بيبقى ليه سبب، الحساسية طبعا بيبقى سبب أساسي في موضوع حكة العين، وبيبقى من أحد الحاجات اللي احنا بنسأل عليها هل في حكة للعين ولا لا في أمراض الحساسية. بس الحساسيه برضو مهم قوي ان احنا نقول انها بتبقى بتيجي في باوز او بتيجي في فترات معينه، يعني كل شخص بيبقى عارف ان انا كل سنه مثلا في تغيير الفصول بيجي لي حكه في العين، بيجي لي احمرار في العين. الحكه اللي بتيجي على مدار السنه كلها احيانا بيبقى السبب الاساسي ليها هو جفاف العين، احيانا التهابات الجفون برضو بتعمل حكه في العين. طيب نصائح بشكل عام دكتور للمحافظة على صحة وسلامة العين، وخصوصا أنه مثل ما نعرف في هناك يعني أمراض مزمنة تؤدي لحدوث تأثيرات سلبية على العين، تؤثر على النظر، تؤثر على الرؤية، لكن بشكل عام ما هي النصائح؟ الموضوع طبعا السكري موضوع مهم جدا،
في نسبه طبعا مش قليله من الناس بيبقى عندهم السكر. السكر مهم جدا حاجتين، مهم جدا ان الشخص نفسه يتابعه بصفه دوريه ويقيس. احنا حتى بننصح انه يجب ان احنا نقيس مستوى السكر يوميا عشان نعرف بالظبط، عشان يبقى كنترول ده او تحت السيطره. وبالنسبه لنا احنا كدكاتره امراض عيون مهم ان احنا نفحص الشبكيه على الاقل مره كل سنه حسب طبعا فتره السكر قد ايه ومدى، هل في تغيرات في الشبكيه ولا لا. بنفحص العدسه بتاعه العين، احيانا بيعمل التهابات برضو، السكر بيقلل شويه الاميونيتي او المناعه بتاعه الجسم فبيؤدي الى التهابات في العين متكرره او التهابات في القرنيه. موضوع طبعا جفاف العين دكتور، تأثيرات التي تنجم عن جفاف العين لأسباب مختلفة سواء كانت أسباب مرضية أو غير ذلك. جفاف العين في أسباب زي ما قلنا طبعا استخدام الكمبيوتر أحد الأسباب، بعد عمليات أحد الأسباب، في بعض الأدوية بتسبب جفاف في العين. يعني في بعض الأدوية اللي بنستخدمها في علاج حبوب الشباب أو الأكني بتؤدي إلى جفاف في العين، بعض أدوية الضغط بتؤدي إلى جفاف في العين، التهابات الجفون برضو بتؤدي إلى جفاف في العين. زي ما قلنا برضو في الحلقة اللي فاتت بعض الجوجري مثلا أو متلازمة الجوجري بتؤدي إلى جفاف في العين، أي التهابات في الغدد الدمعية بتؤدي إلى جفاف في العين. نعم. طيب عندي اتصال للأخ فيصل. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليك السلام. يا مرحبا، تفضل. طيبين دكتور، أنا بغيت أسأل، أنا عندي من فترة يعني أسبوع تقريبا اللي هي وبتتخف لكن مذتني، اللي هي نفس كان العين نبضات العين اللي تدوب على طرف اليسار هاي، انا بستفسر عليها يعني مدودتي هل هي من الارهاق. الفتره الاخيره احاول اعدل النوم لكن بعد مستمره يعني موجوده، مو متقطعه مش مستمره يعني وقف، لا متقطعه يعني بعد ساعه ساعتين ثلاثه اربعه ترد لي. خليك عندك عمرك قد ايه؟ 30 سنه الحين. طيب يعني هو ومضات العين دي غالبا لو هي عامله زي فلاش الكاميرا زي بيقول او نور بينور لا 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 لا، اللي هي مثل بلينكينج في العين، مو في العين على طرف العين، حتى هي نفس كانها تقلص يعني ما اعرف كيف اوصفها، هي كانها نب في العين او في شيء رفه في الجفون يعني ما اسمع زي رفه في الجفون او تويتش بالضبط نفس الرفه. تمام اوكي. الرفه في الجفون دي اسبابها كتير، ساعات الارهاق بيؤدي الى الرفه في الجفون، استخدام الشاي شرب الشاي والقهوه كتير ممكن يعمل التويتشز او الرفه في الجفون، الدراينس برضه ممكن يعمل حاجه زي كده. ف يعني محتاجين احيانا راحه، بنحتاج ان احنا نقلل استخدام الشاي والقهوه، احيانا بندي بعض الفيتامينز لتحسن هذا الموضوع. شكرا لاتصالك أخ فيصل، نتمنى لك صحة والسلامة، نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأيضا عدم إهمال أي مشكلة أي عرض يتعلق أو تتعلق بالعين أو بالرؤية، مراجعة الطبيب مباشرة من أجل التدخل الباكر والتشخيص الباكر، وأيضا من أجل يعني معرفة النصائح والإرشادات من أجل الالتزام بها للمحافظة على صحة وسلامة العين. كل الشكر للدكتور شريف عميرة، استشاري طب العيون وجراحتها بمستشفى المغربي للعيون في مدينة دبي الطبية. دكتور شريف شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور حسين.